بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اليوم من اختياري وليست من إبداعي ولا من تفكيري، ولكني اخترتها من عظاتي الأوائل. فكم دون الأوائل، كم دونوا من عظات وعبر ومواعظ منبهة وموقظة ونافعة لأولي الألباب، لمن يعقل، لمن يتذكر، لمن أحب الله له اليقظة والانتباه والأوبة السليمة إلى نور الله عز وجل. هذه عظة حدثت أي أواخر دولة الأمويين، عندما انهارت سيادتهم وباد ملكهم، وأراد الله أن يستبدلهم بغيرهم كسنته في خلقه من آدم إلى يوم القيامة. هذا الخبر جاء عند ابن قتيبة في عيون الأخبار، وجاء عند ابن عبد ربه في العقد الفريد، وجاء في مروج الذهب للمسعودي، وجاء في كتاب لطف التدبير للخطيب الإسكافي. وأنا اخترت عيون الأخبار لابن قتيبة لأنه توفي سنة 276 هجرية، لعله أقدم هؤلاء. هذا الخبر الذي رواه مفصلا أكثر، لعل الذين أخذوا عنه تصرفوا في بعض الكلمات أو اختصروا. ولذلك في الأمانة تقتضي مني أن أقرأها للمستمعين حرفا من عيون الأخبار لابن قتيبة. يقول رحمه الله: سمر المنصور أبو جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية، لأن السفاح هو زعيمها وليس مؤسسها. سمر أي لم ينم مبكرا، لعل الذي شغله هموم الدولة والله أعلم. سمر المنصور ذات ليلة فذكر، والسمر لا يكون لشخص إنسان وحده، أحيانا قد يكون معه آخر، إما وزراءه وإما كتابه وإما مستشاره وإما أهله وإما من يثق به، لأن حديث السمر يكون فيه بعض الأسرار، لا يكون في المجامع ولا في المساجد. سمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية، الدولة السابقة التي سبقت بني العباس، ذكر خلفاء بني العباس وسيرهم، وأنهم لم يزالوا على استقامة، هكذا
خلفاء بني أمية يقول أنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين. الله عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حتى أفضى أمرهم أمر الأمويين أي السلطة والحكم إلى أبنائهم المترفين، فكانت هممهم أي أغراضهم ومقاصدهم وكل متطلباتهم من الملك الذي وصل إليهم وجلالته وعزه وسلطانه كان كل ذلك من أجل الشهوات واللذات التي من شأنها أن تدخل في معاصي الله عز وجل ومساخطه. وهذه سنة الله في كل المترفين أو غير المترفين الذين يجعلون أهدافهم من الدنيا أو من الحكم أو من السلطة أو من الجاه أو من العلم أو فقط أن يتوصل إلى تنفيذ الشهوات واللذات. يقول جهلا منهم باستدراج الله عز وجل وأمنا لمكره، يعني أن الله استدرجهم في الملك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأمنوا مكر الله. والله عز وجل يقول لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما معنى أمنوا مكر الله؟ حسبوا وظنوا أنه لن يكونوا إلا سعداء ولن يفاجئهم ولا يبغتهم أي شر وأي أذى وأي سوء. لما وصلوا إلى هذه الحال، وليس هم فقط، كل من وصل إلى هذه الحال، سلبهم الله العزة ونقل عنهم النعمة، نعمة النصر ونعمة المال ونعمة الحكم ونعمة الجاه ونعمة السلطة ونعمة الكريمة ونعمة طاعة الرعية. نقل الله عنهم هذه النعمة، نقلها عنهم إلى بني العباس، وكل مختبر وكل مبتلى. لما ذكر المنصور هذه الأحوال المختصرة عن أمراء بني الأمويين السابقين، قال له أحد جلسائه وهو صالح بن علي، قال له يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن مروان بن الحمار، لأنه هو مروان الأخير، هو هذا، إن عبد الله بن مروان الأموي لما دخل أرض نوبة السودان هاربا، لأنه لما قامت بدايات أوائل الدولة العباسية وكان الأمويون الآخرون أصبحوا في حال الضعف والهزيمة والاستسلام، هربوا وهرب كل بما كان بما استطاع أن يهرب به. قال دخل إن عبد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هاربا في من معه أهله ومن صاحبها أو استطاع أن يصحبه، سأل ملك النوباتي عنهم، هؤلاء كانوا حكاما وكانوا لهم سلطة وكان لهم جاه، الآن سحبت منهم النعمة وتفرقوا شذر مذر وأيادي سبأ كما يقال، وهذا هذا 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 الأمير توجه إلى النوبة ودخل بلاد النوبة، لكن خبر بلغ ملك النوبة فأخبر، قالوا له وهذا قصته كذا كذا كذا. فركب ملك النوبة إلى عبد الله ابن مروان أي الأموي الذي دخل هاربا إلى بلده، فكلمه بكلام عجيب، أي الملك ملك النوبة كلم الهارب بكلام عجيب،
يقول علي بن صالح، صالح بن علي، قال للمنصور: لا أحفظه. وأزعجه من بلده، طرده من بلده. فإن رأى، يقول صالح بن علي، فإن رأى أمير المؤمنين أي أبو جعفر المنصور أن يدعو به من الحبس، والمفهوم أنه لما طرد عاد فألقي عليه القبض وأدخل السجن على يد الزعماء الأوائل والمؤسسين الأوائل للدولة العباسية. فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعوه من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة لنسمع منه قصة هربه وما قال له ملك النوبة حينما علم به وزاره. فأمر المنصور، أبو جعفر المنصور أمر بإحضار عبد الله بن مروان الذي كان هاربا وطرد من النوبة ورجع فألقي عليه القبض وكان سجينا. أخرج من السجن بأمر أبي جعفر المنصور. لما حضر من السجن سأله المنصور، سأله أن يخبره عن قصة الهروب وعما قال له الملك ولماذا طرده. فقال: عبد الله بن مروان الذي كان هاربا في النوبة قال: يا أمير المؤمنين، قدمت أرض النوبة بأثاثين، أثاث الأمراء، وما أدرك ما أثاث الأمراء، بأثاثين سلم لي، يعني نجا من أن يؤخذ من يده وينهب منه لأنه هارب لم يعد له سلطان ولا حرمة ولا حماية. قدمت أرض النوبة بأثاث سليم لي فافترشته، يعني البيت الذي سكناه افترش ذلك الأثاث، وأقمت ثلاث ليال بأنهرها. فأتاني ملك النوبة، وصل الخبر إلى ملك النوبة بأن هاربا من بني أمية دخل بلده وأراد أن يقيم عنده. فجاء ملك النوبة وقد خبر أمرنا، هكذا قل، بلغه الخبر أننا انهزمنا وأن أمرنا فضى وتشتت وأصبحنا شذر مذر. فدخل علي يقول، يصف عبد الله بن مروان يصف ملك النوبة: دخل يا علي رجل طويل القامة، أقنع الأنف منحني إلى أعلى، أقنع من عالي هنا ومنحني إلى أسفل، أقنع الأنف، حسن الوجه. فقعد على الأرض ملك النوبة، قعد على الأرض ولم يقرب الثياب الأثاث. فقلت، عبد الله بن مروان يقول، قلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال: لأني ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه. هذا الملك، ملك النوبة، لا يدعي أنه بعلمه وحنكته وتجربته وكذا وكذا، وإنما يقر أن هذا الملك الذي وصل إليه إنما وهبه الله له اختبارا وامتحانا، كان دون هذا المكان، دون هذه المنزلة، فرفعه الله إلى منزلة الملك، فوجب عليه أن يشكر نعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: لأني ملك
وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله، كأنه يفرد الله عز وجل بالعظمة، لا عظمة لغير الله. ثم قال لي: الآن مالك النوبة يسأل عبد الله بن مروان الهاربة: لما تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ قلت جواب عبد الله بن مروان: اجترأ على ذلك عبيدنا وغلماننا وأتباعنا، لأن الملك قد ذهب وزال عنا، لم ينسب شرب الخمر إلى نفسه، وإنما نسبه إلى العبيد والأتباع. اجترأ من الجرأة والاقتحام، اجترأ على ذلك عبيدنا وغلماننا وأتباعنا لما زال الملك عنا، يعني لم تعد لنا سلطة نمنع بها عبيدنا وأتباعنا وغلماننا من ممارسة الفساد. قال: فلم تطؤون الزروع بدوابكم؟ لم تطؤون الزروع بدوابكم وأقدامكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ الزروع جميع أنواع الزروع التي تثمر، يمر عليها جيوش أمراء بني الأمية وأمثالهم وأمثالهم بالجيوش وغير الجيوش، وفي زمننا بالمعدات التي تكون مصاحبة فلما تطؤون الزروع بدوابكم والفساد، أنه إفساد للزروع، والفساد محرم عليكم في كتابكم. قال عبد الله بن مروان: يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم، يعني برأ نفسه العبيد والأتباع والخوالي الأخير. السؤال الثالث قال: فلما تلبسون الديباجة والحريرة وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرم عليكم؟ يبدو أن ملك النوبة فقيه، يعلم المحرمات التي حرمها الإسلام على المسلمين، على من اختار أن يكون مسلما. قال عبد الله بن مروان: ذهب الملك عنا وقل أنصارنا، فانتصرنا، أي طلبنا النصر والعون، انتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا، كانوا عجما كفارا، فلما انتصرنا بهم دخلوا في دين، دخلوا في الإسلام، هكذا يقول عبد الله بن مروان، دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا، لم نستطع أن نمنعهم لأننا انتصرنا بهم. قال: أي عبد الله بن مروان، فأطرق الملك، سكت، فأطرق الملك مليا وقتا وجعل يقلب يديه وينكت الأرض ويقول، يقلب يديه وينكت الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا وقوم دخلوا في ديننا وزال الملك عنا، عبيدنا وأتباعنا وقوم دخلوا في ديننا وزال الملك عنا. يردد هذه الجملة، يرددها مرارا، ثم قال: ليس ذلك كما ذكرت، يتهمه بالكذب، ليس ذلك كما ذكرت، بل أنتم قوم
استحللتم ما حرم الله، أي جعلتم ما حرم الله عليكم اتخذتموه حلالا، رفضتم حكم الله وحكمتم بأهوائكم وشهواتكم. ليس ذلك كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وركبتم ما نهاكم عنه، أي فعلتم الأمر الذي نهاكم عنه فعلتموه، وظلمتم من ملكتم، وظلمتم من ملكتم. يستحلون الحرام ويرتكبون المناهي ويظلمون المحكومين. ثم قال: فسلبكم الله العزة وألبسكم الذل بذنوبكم. سلبكم الله العزة وألبسكم الذل بذنوبكم، يعني الحالة التي أنتم فيها سوف يتبعها نقمة أخرى وانتقام آخر وعذاب آخر جزاء وفاقا. فسلبكم الله العز وألبسكم الذل، ألبسكم كأن الذل لباس لهم، بذنوبكم، ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها، لم يأتي أجلها، تترقبون أن ينزل الله عليكم غضبا ولعنة وعذابا لا تطيقونه. فقال: ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها. وأخاف، يقول الملك ملك النوبة، وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني ورعيتي معكم، لأن الله عز وجل وعد أنه ينتقم من الظالمين المفسدين. وأنت انتقلت إلى بلدي وسكنت في حكمي، فلا يبعد أن الله عز وجل ينتقم منك وينزل عليك الغضب أنت ومن معك، ولكن سينالني ورعيتي من ذلك شيء وأنا لا أريد. أخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، وإنما الضيافة 3 أيام. فتزودوا، تزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن بلدي. طيب، أذن له بأن يتزود ما يريد، تزودوا حق الضيافة مقرة، تزودوا ما احتجتم إليه ارتحلوا عن بلدي. يقول عبد الله: فارتحلت عنه وخرجت. هذه هي قصة عبد الله بن مروان الذي هرب إلى بلاد النوبة ثم عاد وأدخل السجن وحكى بنفسه ما سمع من هذا الملك العاقل، من هذا الملك العادل، من هذا الملك الذي يخاف على نفسه ويخاف على رعيته أن يصيبها البلاء بسبب المفسدين المجرمين. ولله في خلقه شؤون، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.